بكم مره ثانيه مشاهدينا الاعزاء. وفي حلقتنا في هذا الصباح كان ممكن نتكلم عن الشرود الذهني. يعني دكتورة إسراء كان المفروض تكون معنا، وانا حقيقه شردت ذهنيا مع هذه الاغنيه. ويمكن في واحد يعني صراحه كلنا قاعدين في الاستوديو دكتور عبد الملك والزميله لينا شردنا مع هذه الاغنيه. ومن البيات الجميله اللي عجبتني وانا دا اتكلم مع الدكتور، يتم منانا ونعيش برانا نعيش في جنه. دكتور عبد الملك، نحن دايما يتم منانا ونعيش برانا ونعيش في جنه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله تحيه لكم وتحيه لكل متابعي صباح الشروق. ويمكن نحن قبل فقرتنا المعتاده يعني، نعم، اللي هي فقره سياسيه شويه يعني جافه، يعني استمعنا لواحد من روائع الفن السوداني. نعم. يعني الناس لما تتكلم عن رموزه حقه تتكلم عنها بتقدير عالي جدا. نعم. ولا بد ان نحتفي بالمبدعين بتاعنا احتفاء كبير جدا. نعم. ومثل القام الفنان محمد الامين وعدد من القامات السامغه في سماء الفن السوداني، ديل يجب انه يكون عندهم مساحه خاصه جدا على كل المستويات. جيلنا الجديد يعني بعيد جدا عن عمالقه الفن السوداني، وحقه برضه يكون في عمل شبابي كبير جدا، انه ما عنده قديم ما عنده جديد. نعم. والناس دي عندهم تراث وعندهم يعني ارث موسيقي عالي جدا. هسه انتم والمشاهدين ونحن استمعنا لهذه الاغنيه، واحده من عشرات الاغنيات. صحيح. شوف الموسيقى وشوف التوزيع وشوف كل واحد من الفرقه الموسيقيه دي حافظ دوره الى اي مدى. وشوف الفنان المطرب نفسه هو واقف على المسرح يعني حافظ ده ينتهي متين وده يعمل شنو ده. أنا أذكر أنه أنا في السفارة السودانية في القاهرة في الملحقية الإعلامية كنا بنعمل نشاطات ثقافية كثيرة جدا. واحدة من النشاطات يمكن في فترتي الفنان محمد الأمين جاء مرتين القاهرة. لكن الشاهد في أنه نحن حجزنا له قاعة كبيرة جدا في منطقة كبيرة جدا في مدينة نصر، وعملنا يمكن إعلام وترويج لكل الجالية السودانية بتاعتنا في جمهورية مصر العربية. والله قاعة يعني أكبر من القاعة الدولية بتاعت قاعة الصداقة. ما شالت الناس. عدد كبير جدا، عدد كبير جدا يعني تنادوا من كل فجأة عشان يستمعوا لهذا القامة. نعم. فأنا أفتكر أنه دي والله يعني مناسبة طيبة جدا، أنه الناس العمالقة بتاعيننا يعني نحتفي بهم نديهم قدره ونديهم دور، نحتفي ذاته بالابداع السوداني بمختلف ضروبه. نعم. غناء، موسيقى، رسم، مسرح، دراما، يعني رياضه. صح. اخواننا دي 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 ادوات المجتمع الحقيقيه. صحيح. خاصه الاغنيه السودانيه من حقها انها تطلع للعالم الخارجي بعد، من حق الناس تعرف الحاننا وارثنا السوداني الجميل. صحيح. المميز يعني دي موسيقى مميزه جدا يعني، والفنان ذاته كان عنده دور بانه كل الاوركسترا كل الفرقه الموسيقيه تقدر تأدي الموسيقى بابداعها وبأناميل الذهبيه بصوره رائعه وجميلة. وده فن سوداني جميل. نعم. نحتاج انه نحكسه للخارج. صحيح. مصداقا لكلامك، هسه احنا يمكن الدول الجوار هي اكثر دول تاثرا بموسيقانا، يعني تكلمنا عن اثيوبيا، تكلمنا عن اريتريا، تكلمنا عن تشاد وكذا، لكن برضو العالم الغربي ده يعني لو هذه الثقافه وصلته بعمقها ده وببعدها ده بيتاثر جدا بالموسيقى. صحيح. احنا عندنا عدد من السودانيين الموجودين في اوروبا هم برضه بيروجوا للاغاني السودانيه وبيغنوها. في نماذج كثيره جدا انا افتكر. خلينا على ذكرها نذكر المشارك في ذا فويس ماهر. شاب سوداني جميل مشارك باغنيات انجليزيه، لكن في كل اغنيه بيبدا بمقطع سوداني. مقطع سوداني. لانه هو غرضه الاساسي وهدفه انه يحكس تراثنا ويحكس موسيقانا السودانيه المميزه. دي كانت يعني لافتة مهمة. لا. جدا، لأنه لجنة التحكيم تلتفت له وتصوت له وكمان تضمه للفريق ويتأهل للدول. نحن نتمنى أنه هذه الحكومة الجديدة والفترة الانتقالية وزارة الثقافة والإعلام انه يولو اهتمام كبير جدا لنشر الثقافه السودانيه بالخارج. نعم. يعني الفن السوداني ده محتاج جدا لانه ننشره، محتاج جدا لانه الناس ترفع من شانه، توفر البنيه التحتيه بتاعته. لانه دي القامات يعني قل ان توجد. والله كلامك سليم يا دكتور. ممكن في الفترات السابقه الناس ما اهتمت كثير بالفن والرياضه وما ادت المساحه بتاعتها. نعم. 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 ننتقل مباشرة إلى أهم الأخبار على موقع شروق نت، أكيد مع الدكتور عبد الملك النعيم كاتب صحفي محلل سياسي أستاذ الإعلام بجامعة الخرطوم. ونبدأ أولى الأخبار. حمدوك يصل أو حمدوك إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالسبت.
يغادر الخرطوم إلى واشنطن السبت المقبل وفد رفيع المستوى بيترأسه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بدعوة من الحكومة الأمريكية، والوفد بيضم وزراء العدل والدفاع والشباب والرياضة، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي روبرت أوبريان. واللي بتبحث الزيارة دكتور قضية ربع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب وتوطيد العلاقات في شتى المجالات. نعم. هذه الزيارة يمكن بتختلف من الزيارة السابقة لرئيس مجلس الوزراء، لأن زيارته السابقة مشى في إطار محفل دولي الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها 74 بيدعو لها كل رؤساء الدول كل رؤساء الحكومات وبشاركوا فيها. الصحيح أنه في تلك الزيارة ألقى خطاب السودان وشرح التحولات الجديدة في السودان والدور المفروض تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية كدولة والمجتمع الدولي كدولة باعتبار أنه يغير سياساته القديمة تجاه السودان، لأن النظام الذي كان يحارب قد ذهب بثورة شعبية. ولكن طبعا تابعنا نحن يمكن المنتوج الحقيقي على أرض الواقع لم يكن بقدر الطموح، ودي مسألة متوقعة جدا، لأنه أنت ما ممكن بعد يعني عقوبات مفروضة لأكثر من 20 عام ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب تتوقع أن المجتمع الدولي لمجرد أنك ألقيت خطاب لمجرد أنك جيت حكومة جديدة هو يتعامل معك بالقدر المطلوب، دي متوقعة برضو. عشان كده نحن ما نفرط في التفاؤل كثير. الزيارة بتاعت هذه المرة السبت القادم هي زيارة أولا بدعوة من الإدارة الأمريكية، ده بيعني أنه هناك بنود محددة وأجندة تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تناقشها مع حكومة السودان. الدعوة دي حيلتقي فيها الرئيس الأمريكي لقاء مباشر، ودي برضه أنا مهمة جدا. تكوين الوفد برضه إذا كان وزارة العدل أو وزارة الداخلية أو الشباب والرياض وكده عنده برضه مدلوله للتمثيل الكبير. نحن افتكر أنه حق الولايات المتحدة الأمريكية بعد كده بلغة الجيش تعمل خطوات تنظيم، وأنه العقوبات المفروضة على السودان دي مفروض بعد كده تعيد النظر فيها، تعيد النظر بناء على تحولات حقيقية بتحدث على أرض الواقع. يعني الليلة لما تتكلم عن حكومة انتقالية جاية بثورة شعبية عندها أجندة محددة دائرة تحقق أهداف عشان ننتقل انتقال سلس للفترة الديمقراطية، دي محتاجة لعون دولي وإقليمي بالإضافة إلى العون الداخلي. فالولايات المتحدة الأمريكية الآن يتعين عليها بعد التصريحات السالبة لترامب نفسه إن والله حتى السودان حتى الآن السودان في أجندة مستكملة، حتى السودان في مطلوبات، وإنه لسه عام كامل، وإنه القرار عند الكونغرس الأمريكي. نحن برضو الولايات المتحدة الأمريكية يجب أنها تنظر للسودان في هذه الفترة بنظرة مختلفة وتشوف كيف ممكن تعاونه في القضايا اللي أصلا من أجلها هو وضع في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأنه بشهادة الإدارات الأمريكية السابقة إنه السودان تقدم كثير جدا مما كان هو عليه، وأنه ساهم في مكافحة الإرهاب، وأنه شريك في المحافظة على الأمن الإقليمي والدولي، ودي كلها بشهادات أمريكية. فأفتكر أنه حقه تستند هي على حيثيات الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في إدارات سابقة أرسلت لها 8 مبعوثين وما رفعت التمثيل الدبلوماسي بتاعها لمستوى سفير. في الأسبوع الفات جاء دونالد بوس وهو من المبعوثين السابقين وأعلنوا في مؤتمر صحفي أنه بعد كده حيرفع التمثيل الدبلوماسي إلى درجة السفير وأنه حينظر في المسألة. أنا أفتكر أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن يتعين عليها بالضرورة أن تنظر إلى السودان بنظرة مختلفة خلاف الأجندة السابقة أو خلاف مطامحها هي. نحن نتكلم الآن في وضع السودان محتاج لأنه يرسي قواعد بتاعت نظم ديمقراطية ويحقق أمن واستقرار، المجتمع الدولي بيلعب فيه دور كبير جدا. الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الفات استضافت برضو اجتماعات سد النهضة، برضه كانت جزء يمكن من مساهمتها لأنه أكثر من 5 اجتماعات ما وصلت لنتيجة، تبقت 3 اجتماعات حتى منتصف يناير القادم للوزراء المعنيين. الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في الشأن باعتبار أنه برضو أمن أقليمي. نحن نتمنى أنه هذه الزيارة أنه يكون عندها مردود الإيجابي
ويعني كفايه جدا الوعود وكفايه جدا التصريحات. نعم يعني فيلم طال انتظار. نعم لانه دي مساله الولايات المتحده تحدثت كثير جدا. الان الزياره طالما بدعوه منهم حقه يكون في اجندتها واضحه جدا، وحقه يكون رفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب هو الاولويه، ونسمع فيه من الاداره الامريكيه ما يطمئن المجتمع السوداني. لينا قبل ما نمشي لسؤال ثاني بس داير في سريع لانه الزمن. نعم. مجرد الدعوه هي مؤشر؟ الدعوه مؤشر، ما معناه في اجنده هي وضعها للولايات المتحده الامريكيه، يعني ده اجتماع مشترك. الولايات المتحده الامريكيه مساهمه فيه، وانا قلت لك الزياره السابقه كانت زياره في محفل دولي، لكن الولايات المتحده الامريكيه لما تدعو رئيس وزراء السودان برفقه وفد معناه هي عندها موضوع وعندها اجنده، وقطعا السودان عنده فيها دور، فتريد ان تناقش هذه الاجنده معه. وابرز الاجنده هو المجهودات لرفع السودان من قائمه الدول الراعيه للارهاب. ان شاء الله. عضو السيادي الإسلام ليس خاصا بجماعة أو تنظيم. قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن الشيخ إدريس غاضي إن الإسلام رسالة جامعة لكل العالمين، أساسها الخير والفضيلة والخلق الكريم، وليست خاصة بجماعة أو نظام أو تنظيم. وخاطب إدريس بنادي الشرطة ببري احتفال جمعية القرآن الكريم بالمولد النبوي الشريف بحضور قنصل دولة مالي. وحث قاضي على تعزيز قيم الدين المتمثلة في العدل والعدالة والسلام، ومحذرا من استغلاله في الفساد والتآمر على الوطن وحق الشعوب، وأثنى على الدور الكبير الذي تؤديه جمعية القرآن الكريم في تحفيظ ونشر الدعوة الإسلامية. صحيح يا إخواننا، الإسلام ذاته دين وسطي. نعم. والإسلام لما قالوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم هي خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالة خالدة، هذا يعني أنها رسالة تصلح لكل زمان ومكان. والوسطية في السودان أمر معروف جدا، يعني لو تكلمنا عن الجذور التاريخية لدخول الإسلام في السودان بنلقى أهلنا وأحبابنا والصوفية عندهم القدح المعلى في هذه المسألة لأنه إسلام وسطي. فالحديث عن أنه الإسلام دين الجميع ده حديث ما قابل لنقاش، صحيح جدا، لكن الكلام على إسر الممارسات بتاعت النظام السابق. نعم. واستغلال الدين في السياسة. نعم. وعمل كل شيء باسم السياسة. نعم. أنا أفتكر أنه لا بد من تنقية يعني الدين الإسلامي من ممارسات الأشخاص والأفراد والحكومات. نعم. يعني أنت لما تسبق ما يمارس الفرد أو تمارس الحكومة على المنهج بتاع الدين بتكون يعني ظلمت الدين. صح. وبشكل كبير جدا. فلنحاكم الأفراد ولنحاكم الأنظمة ولنحاكم كل من تاجر بالدين أو استغلاه. لكن الدين والرسالة الإسلامية الأديان السماوية كلها هي أديان بتاع التصالح. نعم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. دي رسالة قوية جدا. فرعون ده طاغية. صح. ودي رسالة لموسى أنه يا أخي فرعون ده مش طاغي أو كافر وكذا، أنت لا تستخدم معاه العنف ولا تستخدم معاه القوة ولا أي حاجة، قولا له قولا لينا لعله يتذكر. إذا كان أنت بتخاطب الزول اللي بيختلف معاك وطاغية، فما بالك من الذين تضمك بينهم يعني الدين الإسلامي بمختلف منظماته. أنا أفتكر الإسلام دين وسطي. الإسلام دين تسامح. الإسلام دين يعني لذلك حقه الحكومات تبتعد عن استغلال الدين في السياسة، لأنه في النهاية بيحسب عليه الأفراد نفسهم. ما تعمل أي حاجة باسم الدين، أعمل الأمر برؤيتك أنت عشان تقدر تحاسب به أنت. فأنا أفتكر من الأخطاء الكبيرة جدا أنه استغلال الدين في السياسة وتحويل كل شيء لأمر الدين. دعنا يعني في بلد زي السودان فيه تباين إثني، تباين عرقي، تباين اجتماعي، تباين ثقافي، حتى تباين ديني، كلها الدين الإسلامي بيستوعبها. ولما الرئيس الراحل جعفر نميري في سنة 83 يعني أعلن أحكام الشريعة الإسلامية ما كان في تضييق على أي من أصحاب الديانات الأخرى. لا. وإلى يومنا هذا ولا يجب أن يكون، لأنه الدين الإسلامي نفسه دين تسامح. فحق الدعوة بتاعت السيد عضو المجلس السيادي أنها تكون دعوة تنزل إلى أرض الواقع، وأنه برضو الناس يعني ما تبعد ولا تقصي ولا تحارب ولا تستفز. دي كلها يا أخواننا مناهج مهمة جدا ومنصوص عليها في الدين الإسلامي. خلينا في, في, في وطن زي السودان ده يكون فيه مساحة للجميع، وكل زول يلقى فيه محله، كل زول ممكن يساهم فيه بأي زاوية. نعم. ايضا من الاخبار اغلاق 24 منظمه تابعه للنظام المعزول ومصادره ممتلكاتها وارصدتها في السودان.
أصدرت مفوضية العون الإنساني قرارا بإلغاء تسجيل 24 منظمة واتحاد وحجز وصوله ومصادرة ممتلكاتها وتجميد أرصدتها وحساباتها البنكية داخل وخارج السودان، وجهت جهات الاقتصاد بالتنفيذ الفوري للقرار. ومن بين هذه المنظمات مؤسسة سند الخيرية التي ترأس مجلس إدارتها زوجة أو ترأس مجلس إدارتها زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، واتحادات أخرى كانت تمثل واجهات تنظيمية توفر الدعم السياسي للنظام المعزول ويتم الصرف عليها من أموال الدولة. شوف، من حيث المبدأ أي منظمة أو هيئة مخالفة للقانون أو ارتكبت فساد، دي من حق هذه الحكومة أنها تحاسبها بأقصى درجات الحساب وفق القانون، بغض النظر عن إنها هي تابعة لنظام معزول ولا تابعة لنظام موجود الآن ولا تابعة لأشخاص الآن الناشطين أو غيرهم من الشخصيات. يعني ده حق يكون المبدأ تعنك، أنت عندك مفوضية العون الإنساني عندها عدد من المنظمات، وأنا أفتكر حسب ما ذكروا قريب 7000 منظمة. مفوضية العون الإنساني تجلس وتشوف هذه المنظمات وتشوف الكيفية التي تم بها التصديق وتكوينها، وتشوف هذه المنظمات منو اللي ارتكبت جرم، يعني منظمة خالفت القواعد والأسس بتاع العمل المفروض تقوم عليه. وأنا أفتكر أن الكلام ده ما حيكون 24 منظمة بس، حتكون أكثر من مئات المنظمات. فحق الناس يمشوا لقدام، يعني ما الهدف يكون بس يعني إنهاء وإقصاء منظمات النظام السابق، دي أنهية. لكن برضو شوف المنظمات الثانية اللي ارتكبت بالقانون، ما نحن الآن نتكلم عن حرية وسلام وعدالة، وبنتكلم عن ممارسة القانون. انت عندك 7000 منظمة، اجرد 7000 منظمة دي، ولو لقيت فيها 6000 5000 ونص منظمة مخالفة للقانون، وقفها وحاسبها وجرمها. الكلام ده حقه يكون مطلق عشان ما يكون في انتقاء، وعشان ما تبدو المسألة كأنها محاسبات سياسية. يعني حقه تكون محاسبات وفق القانون. وقف أي منظمة مرتكبة، والليلة انت حقه برضو داير تعمل منظمات جديدة، برضو يكون عندك ليها الأسس بحيث انه المسألة ما الكلام ده ما بينسحب على المنظمات الطوعية بس. انت عندك شركات كثيرة جدا، وعندك شركات قائمة بقانون وخالفت القوانين ومارست ممارسات، برضه وقفها وتم الصرف عليها من أموال الدولة، عليها من أموال الدولة. أنت بمجرد ما تكون بتتكلم عن الفساد، بعد كده خدت الهدف بتاعك إنك محاربة الفساد بكل أشكاله. منو اللي بيدخل تحت الغائمة دي؟ ما في استثناء لأحد. ده كلام سليم. الثروة الحيوانية الخرطوم خالية من أمراض الحيوان. كشفت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم عن خلو الولاية من الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوان وفقا للمسح الذي أجرته الوزارة أخيرا، وقالت إنها شرعت في عمليات رش البعوض والجرات والحظائر والمزارع بمحليات الولاية المختلفة. وأعلن دكتور عصام الدين بابكر المساعد المدير العام للإدارة عن قيام مخيم علاجي وإرشادي ووقائي بمحلية شرق النيل خلال أسبوع، ويستمر لمدة 3 أيام، مضيفا أن المخيم سينتقل لبقية محليات الولاية ليؤدي دوره بالصورة أو بالصورة المطلوبة. أنا أفتكر الخبر ده فيه يعني أكثر من نقطة إيجابية. أنه أنت دائما كمسؤول في دولة زي السودان مترامية الأطراف فيها 15 ولاية وكذا، حقه إذا كان داير تحدد لك انتشار وباء محدد تحدده في المنطقة المعينة عشان ما يتضرر منه مواطني المناطق الأخرى. يعني إحنا الآن بنتكلم وفي ذهننا طوال الضرر الكبير جدا أصاب الثروة الحيوانية من جراء تصريح اتحادي ما كان موفق. يعني أنت إذا كان الدول وقفت الاستيراد ورجعته من المواني، المملكة العربية السعودية رجعته من جدة. يعني أنت مثلا لو تكلمت عن الثروة الحيوانية، الموضوع خبركم ده، الثروة الحيوانية دي اللي بيمشي للصادر بيجي من 11 موقع في السودان. 11 موقع. انت بمجرد ما شعرت بانه والله في موقع محدد فيه انتشار بتاع وباء، انت تحدد هذا الموقع باعتبار انه اي حته يعني الصادره جايه من المنطقه دي انت تعمل عليه حسابك. اما الصادره الجايه من اي مناطق اخرى ده سليم ومعافى. فدي حق تكون رساله لانه الولاء او المسؤولين والحكومات المدنيه اللي حتتكون، انه انتشار الاوبئه والامراض وكده يكون في الحته المعنيه ومن الجهة المسؤولة، وتوري حجمه وشكله وضرره على المواطن أو على الحيوان وضرره على الاقتصاد السوداني. فنحن نتمنى أن ولاية الخرطوم طالما الآن يعني نفت هذا النفي أنه تمشي في إجراءاته للمحافظة على البيئة وسلامة الإنسان قبل الحيوان. ده كلام سليم دكتور، وكنا يعني نتمنى نستمر، ولكن بيقول لنا الزمن، ونحن بنحييك كثير دكتور، و
دائما معانا من خلال هذا الصباح. وانا ايضا بحييكم وبحيي المتابعين ونتمنى انه نكون قدمنا ما يفيد. نعم اكيد. شكرا جميلا لك دكتور عبد الملك النعيم.